انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر. في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب المغربي الشقيق والأهالي ضحايا الزلزال اللي أصاب عددا من المدن المغربية وأسفر عن سقوط مئات الضحايا. كما أتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب الليبي الشقيق ولأهالي مدينة درنا الليبية في ضحايا العاصفة والسيول التي ضربت البلاد مؤخراً. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يشفي جميع الجرحى والمصابين وأن يرفع البلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. فحصيلة القتلى بسبب زلزال المغرب وصل إلى 10,000، وكذلك حصيلة كارثة إعصار ليبيا وصل إلى ما يقرب من 20,000. قصص من المآسي والمعاناة يحزن لها القلب، فالمؤمن يحزن للي حصل لإخوانه في المغرب وليبيا، وذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحدوث الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات لها حكمة وبتدل على عظيم قدرة الله عز وجل، وهي آيات تذكر العباد بقدرة الله سبحانه وتعالى وتخوفهم لكي يرجعوا لخالقهم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقد أهلك الله سبحانه وتعالى قوم شعيب عليه السلام بالرجفة، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وأهلك قارون بالخسف، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كما أهلك عاد بالريح، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وتعتبر الزلازل من علامات الساعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الهرج وهو القتل، حتى يكسر فيكم المال فيفيض. فكسرتها وشدتها توضح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووسط المآسي والكوارث اللي بتحصل يطلع رشيد حمامي بحلقة علشان يعلق على زلزال المغرب وأعصار ليبيا، ويبدأ الحلقة بتاعته بتمثيل انه متعاطف مع الضحايا.
مشاهدينا الكرام، ارحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد في هذه الحلقة، والتي سنتناول فيها موضوع محزن في الحقيقة حصل في الأسبوع الماضي. موضوعنا باختصار شديد هو تعليقات على زلزال المغرب وإعصار ليبيا. في يعني يوم الجمعة الماضي بالليل الساعة 11 بالليل تقريبا حصل زلزال كبير في المغرب 6.8، بل ربما وصل لسبعة بحسب مقياس ريختر. فبعض المناطق خصوصا حوالي مدينة مراكش الشهيرة تضررت جدا وأصابها الكثير من المآسي. عائلات شردت، أطفال قتلوا، ناس مفقودين تحت الركام، يعني مآسي لا حصر لها. وبعد كده ظهرت حقيقته وبدأ هجوم على الشيخ زين خير الله اللي كان من أكثر الناس تأثرا باللي حصل لأهله في ليبيا، وبدأ يهاجم الشيخ زين لأنه عرض فيديو بيعلق فيه على وجود آيات قرآنية بتظهر قدرة الله عز وجل ورسالته لخلقه. فتعالوا نشوف خبث وحقد رشيد حمامي. أيام الكوارث، واحدة منها أنا استغرب عوض أنه واحد يوتيوبر مسلم من اليوتيوبرز الجدد اللي بيعملوا الدعوة على الانترنت، عوض أنه يعمل حملة يساعد يعمل أي شيء، لا هو الهسم طبعا يتاجر آيات وجدوها في درنا. قال لك عامل فيديو قال لك في آيات قرآنية وجدوها في درنا. بيتهم الشيخ زين خير الله بالتجارة بالدين، وهذا الخبيث هو أول من ذهب للنصرانية لأجل التجارة وكسب الدولارات. التجارة دي اللي يعرفها الكهنة والقساوسة أصحاب الملايين بل المليارات. وبعد كده بدأ يهرطل بحاجات من غير أي دليل. هذه الظواهر تكثر في الكوارث. احنا أمة اللي بنشوف الله في نص الطماطم، ما بنسيب كل شيء وبنشوف الله في نص الطماطم، في بطاطا، في بيضة. الله في الإسلام ليس كمثله شيء. وجبت منين يا معتوه إن المسلمين بيشوفوا الله في حباية طماطم ولا في بيضة؟ واضح إنك عبيط وبتستعبط النصارى اللي بيسمعوا لك. واضح إنك نسيت إنك بتشوف إلهك وربك في سورة خروف لما شبهته بالخروف وشبهته بالدودة وشبهته بالحمامة وشبهته بالحيوانات. طيب خد التقيلة دي وشوف الفيديو اللي جاي اللي زمايلك النصارى شافوا إلهك في كلب. So I'm gonna show you guys a picture real quick of my dog's ass. You guys let me know whether you see Jesus on my dog's ass or not. You see? There it is right there. Do you guys see Jesus on my dog's ass? Please let me know, because I need to take him down and get him ordained or something. I need to get my dog's ass blessed if you really do see Jesus on my dog's ass. مش بس كده، ده انتوا طلعتوا كمان صابونة إلهكم يسوع اللي بتغسل الذنوب، والصابونة باسم جيسس سوب اللي أنتجتها شركة براكتونر بريطانية لغسل وتكفير الخطايا والذنوب وبسعر 4 جنيه استرليني. ونتيجة الإقبال الكبير على شراء الصابونة، قامت الصين بتقليد الصابونة وبيعها بسعر 0.5 جنيه استرليني بس. وتشبه الصابونة صكوك الغفران اللي كانت الكنيسة بتبيعها لأتباعها في القرون الوسطى. ودي تجارة الدين اللي انت بتتهم بيها الأخ زين يا معتوه. واضح ان رشيد حمامي متغاظ من اعجاز القرآن الكريم ووجود اياته في اماكن الكوارث زي الزلازل والفيضانات، وهو دينه بيعتمد على الخرافات والمعجزات الوهمية والشفاعات الشركية الوثنية. فالكوارث الطبيعية هي جند من جنود الله عز وجل، وبتحصل بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك تقف البشرية عاجزة أمام هذه الكوارث بالرغم مما توصلت إليه من تقدم علمي وتكنولوجي. فالكوارث الطبيعية تصيب العالم المتقدم والعالم النامي على السواء. فلقد حدث العديد من الكوارث على مر السنين، ومنها الولايات المتحدة إعصار إيداليا يضرب فلوريدا وتحذير من تداعيات كارثية،
الكوارث الطبيعية تكلف الولايات المتحدة 260 مليار دولار خلال 2022 بين أعاصير وحرائق وفيضانات. أمريكا تشهد 23 كارثة مناخية كبرى في هذا العام في رقم قياسي. تريليون دولار خسائر تكبدتها أمريكا بسبب كوارث الطقس القاسية في آخر 7 سنوات. زلزال بقوة 6.5 يضرب مناطق ساحلية في أمريكا الوسطى. زلزال بقوة 6.8 درجة قبالة سواحل أمريكا الوسطى. زلزال يضرب أجزاء من ولاية كاليفورنيا خلال عاصفة مدارية. قتلى وأضرار جسيمة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية جراء زوبعة وعواصف عاتية. مقتل العشرات في أعنف أعاصير في تاريخ الولايات المتحدة. وليعلم المسلمون بأن الله عز وجل قادر أن ينصرهم على أعدائهم بجند من جنوده، وليس ذلك على الله بعزيز. ولكن النصر لا يأتي إلا إذا عاد المسلمين إلى دينهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.